كشف المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بولاية جيجل على هامش انطلاق الرسمي للموسم الدراسي الذي استفاد من خلاله ما يفوق عن 50,000 تلميذ من منحة 3,000 دينار جزائرية المخصصة لفئة المعوزين عن شروع المصالح المختصة في عملية صيانة وإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية التي أغلقت لأزيد من ربع قرن بسبب العشرية السوداء التي عرفت هجرة جماعية للمواطنين قبل عودة الاستقرار الأمني والتنموي بالجزائر. أيمن عبد الرحيم رصد لنا التالي. مغلوقة لأن في غياب تاع السكان وتدريجيا نهار اللي يرجعوا السكان إن شاء الله سنفتحها ما فيش كلام. مي تدريجيا قلت لك حسب الطلب حسب الوجود تاع المواطنين والتلاميذ احنا بدينا من قبل. ونزيد نواصل المجهود هذا باش نحل كل المدارس إن شاء الله اللي موجودة على مستوى المناطق اللي كانت مهجورة من السكان. 50,850 وحدة أو شخص يستفيد من هذه المنحة بالإضافة إلى مجانية الكتاب المدرسي لكل من له الحق في المنحة 3,000 دينار جزائري.